دستوركو وهشيس في بلشاد إنقرأ واحد دستور إنه أقل كوه الشيء حرهوصات حرهوصات كا أي قيح يشقين بضن أو أنقبني هدي حرهوصات كا أنلقم بيرقرينو أما كوه إنه دستوركي وأنا نروح عند دستورك ما فخصني وقصارنا عجال استاجرنا مرك واحد قاعد متاجر يا غبت لي سبعة رهرة أفين تكفرتين دستورك أو أه مغنى شها أما المنطقة أنا واحد لقي يلي إنكارم كبوحسبة واحد قبى قدامك يو دمار حضور كتشرينا هي قرار سو صارن أنت دستور لقف لقدر ما يصير يو الرعاو مرتي أفين الرعاو حيرير الرعاو سو صارن وقصابسم مغنان شخص يوح لغي يلي لكن أن ديبو ديغنو إنه أوليهن كحيو بنا وحي دستور مارك نو قري سببتو هدان هدى نغي حير كيني وإنه سلا دستور نو حير روسات كيني ووحو البقر شقاق بنا إنه قضب يقضب عسكني إني أن كسارنا ماشا وحي نو نقونا يساعينا أن يغي سعسل لي مركي إنه سعسل ديب آنو ديغنو أرهيهن مركة دستور كي أوليهن وحي ناسوع شكرا سوع شكرا marka han noqdo xeer hoosaadku nidaam wixina maarafta ku darsanayna laakiin haddii waxan qaba waxaan aaminsanahay awoodo badan oo aqalka lahaan lahayn inay naga maqan yihiin inta yar inoo ku qorano waa inta ku shaqeynay hadda hadaan dhahno isla xisaabtanka iyo shaqooyin fara badan aan qabanayno dastuurka nagama qorayaan ka saaro waxaan u eqaanaynaa markaas arrintaasan xoojinayaa waan u mahadnaqaynaa guddiga shaqo fiican bay soo qabteen laakiin waa markii labaad oo waxaan u malaynayaa sanadkan gudihiisa dastuurka la furfuro xeerhoosaad keena aan dib u dhigano xeerhoosaadka oo xilligan furayno ay ha ahaato xilli aan u haysan waxaan gelin lahayn oo dhammaan aqalku iska wada raacay waana salaamantii.